يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية التي خلق الله تبارك وتعالى من أجلها الإنس والجن هي العبادة، وكما قال السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى، ومنه ابن عباس رضي الله عنه قال: إلا ليعبدون، أي يوحدون. فالله عز وجل ما خلقنا جل وعلا إلا لنفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. لذلك أمر الله عز وجل النبيين والمرسلين أن يأمروا أقوامهم بالتوحيد، وأن ينهوا عن الشرك بالله جل وعلا. وذلك الشرك الذي حذر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، يجدده الآن ويتولى كبره ونشره المتصوفة بجميع الطرق، يعني جوا السودان كان برا السودان. كل الصوفية الآن الذين على وجه الأرض أو الذين تحت الأرض كالبرعي والكباشي والمكاشفي وغيرهم، يدعو الناس إلى تجديد دين المشركين، دين أبي جهل وأبي لهب وعقبة ابن أبي معيط وكل أولئك المشركين. يدعو هؤلاء الآن إلى تجديد دينهم بشعارات مختلفة، عرفت؟ البرعي في الزمن ده وفي البلد دين البرعي ده، إن كثير من الناس محترم للأسف الشديد، لكن إن كثير من الناس تقول للبرعي، يقول لك لا، أقول شيخنا، شيخك إنت، إحنا ما شيخنا. البرعي كإمام من أئمة الضلال ومن أئمة الشرك بالله جل وعلا، الكلام ما بتسمعه إلا في الحلقة دي، أنت ما بتسمعه إلا في الحلقة دي. البرعي إمام الشرك بالله عز وجل. دعا الناس في كتبه وفي قصائده وفي مدائحه، دعا الناس إلى الاستغاثة بغير الله جل وعلا. قال: قوماك نزاور للأولياء الأقطاب، ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. في الأبيات دي البرعي قال عندهم أولياء بيعلموا الغيب، أولياء، والبجاي ده ما بكذب، يقول لك هاي في أولياء بيعلموا الغيب بإذن الله. بالله عرفت؟ البرعي قال عندهم أولياء بيعلموا الغيب مع الله تبارك وتعالى، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. وربنا جل وعلا أبطل هذه العقيدة في القرآن الكريم. الله قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. انت وربنا تبارك وتعالى يتكلم عن سليمان عليه السلام، الله قال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن ما بيعلموا الغيب. يجي الليل البرعي يقول لك الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. سؤال للطرق الصوفية ولعمك أبصلع ما أعرف قامت ولا لسه، إمتى؟ لكن لاصق فينا كده، صلعتك دي ما بتقوم والله، يجب ما تقوم فيها شعرة. سؤال الصوفية الآن، الشيوخ القاعدين الخلفاء بتاعين الكباشي وخليفة البرعي وخليفة السماني، انتوا كناس بتعلموا الغيب، أن احنا دارين نعرف البلد دي بكرة ماشية وين، العيش بيرخص بيغلى بيبقى ما في، الكسرة والدقيق والكهرباء والموية والمواصلات، الحاجات دي كلها دارين نعرفها، دارين نعرف. انتوا بتعلموا الغيب صح ولا ما صح؟
المرأة لو عندها ذهب راح الشيخ بيقول لا لا بجيبه لك أنا، هاي جيب لي بياض 500 جنيه، أها وتجيني بكرة ويعمل لها بخرات ومن حياته ويغشها ويلعب بدينها وبعرضها وبقروشها. تعالي الليلة بتعلم الغيب، خلي النسوان تعالنا الغب الجل ورينا البلد دي ماشية على وين، ها لأنه الليلة في ناس كتر عاملين فيها جوطة، البلد جايطة والبلد فيها مرض والبلد فيها ضيق بتاع عيش والبلد ما فيها قروش وما فيها سيولة وبتاع، وفي نفس الوقت نفس الناس بدافعوا عن الصوفية عن الطرق الصوفية التي أضلت خلق الله تبارك وتعالى. ديل قالوا بيعلموا الغيب، أنا الصوفية ديل مفروض نسألهم أي سؤال موجه لأي صوفي دلقان كبير ولا صغير، بكرة اللي بيحصل شنو؟ لو قلت لي ما بيعرف الشيخ ما بيعرف، معناه البرعي كلامه غلط. البرعي قال منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، انت وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وربنا تكلم في القرآن الكريم ربنا عز وجل قال ولو كنت أعلم الغيبة، النبي عليه الصلاة والسلام لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، ها يجيك الليلة واحد صوفي درويش راسه كله مليان مخاتة وبخرات ومحايات، راس ماله نوبة وكشكوش حرتي سرتي، لا هو في جل لا هو بامبي، وانت لا عارفه في جل لا بامبي، دار تعلم الغيب كده عارفه في جل ولا بامبي؟ اول حاجة عرفتها لعب بعقول المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب. الله قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والبرعي علم الناس يدعو غير الله تبارك وتعالى، كده خلينا من ده اصلا كصوفي القرآن ما بينفع معك، بيان بلا عمل جيب ده فيه شنو؟ صوفي وما لحيلك جيب ده فيه شنو؟ إن وريتني شيله هاي ما دارين كلام كثير. لا لا طبعا نحن عندنا أولياء، هاي عندكم أولياء، جيب ده فيه شنو؟ قروش تراب مفكات زردية فيه شنو؟ ما بتعرف يا أخ، ما تلعب بالأمة زايد. البرعي دعا الناس إلى أن يدعوا غير الله تبارك وتعالى، هنا بنحكها معك 6-0. البرعي ده لما تعرف حاجة والله الذي لا إله غيره، دعا الناس إلى أن يعبدوا ويدعوا غير الله جل وعلا، قال في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة، والكتاب ده الآن مطبوع والآن يباع في الأسواق، إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفاني، إلى آخر ما قال من الكفر والإلحاد. انت وربنا جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني، ده أساس الإسلام وأساس الدين، انت إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وربنا تبارك وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفرح الكافرون، وربنا جل وعلا قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الحكيم الخبير. ربنا قال قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وربنا قال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله
كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إمتى ده قرآن كريم؟ آيات دي كلها وكل القرآن ما في آية قال يدعو فيها شيخ، ما في آية قال يدعو فيها ولي، ما في آية قال يدعو فيها برعي كباجي صايم دي مريكيني وغيره، ما في آية. في جيب آيات ما عندك، انت راسك فاضي انضف من صحن الصيني بعد غسله بحاجات كده ما عارف. انت كلامي لعب تلعب بعقول الناس ها وتضيعوا عقائد المسلمين، ونحن لكم بالمرصاد بإذن الله عز وجل. صوفي ولا غيره، كبير ولا صغير، عامل طريقة ما عامل طريقة، فكي ولا ما فكي، هنا بتتنجم تتردم تعرف الله واحد والله الذي لا إله غيره. عشان كده ربنا عز وجل قال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دي من عقائد البرعي، دي حاجات بسيطة من العقائد اللي بيعتقدها البرعي. مش قال لك إنا بخطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل، وإنت قال البرعي براو اللي بيعتقد العقيدة دي؟ ما براو التجانية والسماء والبرهانية. إنت مهما يكن من خطب فقم وانده وقل يا مرغني ها أنجيك من كل شدة. إذا وقعت في مصيبة زي المصائب الآن التي تمر بها بلاد المسلمين قالت نادي طوال المرغني، نادي لسيد الحسن، ذهب التاك المؤتمن. التاك ده وين؟ كسل صح؟ طيب ما تحل ناس كسل ديل ها؟ مش عندهم مرض متفشي نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء؟ ما تحل ناس كسل يا حسن، انت تاك مكسر في راسك يا وسخ. تخش الناس نادي لسيد الحسن ذهب التاك المؤتمن، وناس التاك عيانين. انت بتشتغل 200 يا صوفي؟ تشتغل ولا مدة صالحيتك انتهت ها؟ العبوا بعقول المؤمنين وبعقول المسلمين وبدين الآباء والأمهات والأخوات والأخوان. انت والله الذي لا إله غيره، دي من عقائد البرعي. البرعي قال الشيخ بيقلب البيت ولد، والبرعي قال الشيخ بيخلق من العود بخيتة. انت والبرعي قال الشيخ لو قلت اسمه قبال يدفنوك جوا القبر ما بحذبوك. انت دي كلها عقائد على البرعي، ودي ما عندها علاقة بالاسلام. عقيدة الاسلام عقيدة واضحة يا غلام، اني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك. شوف العقيدة دي واضحة كيف، لف ودوران ما فيها. هسي دي فوق بأساسين أسى مربي القوم بطاها تأسى رجال ميمي. اتفضل يا بصلحة تعال اشرح الكلام ده، تعال اشرح ها. البرعي درس رغم 70 شغل الهندسة وكلام سيسي. الهندسة عرفنا سيسي دي شنو؟ في اي لغة من اللغات ها؟ واحد تاني بيمدح في مكاشف القوم ها، قال لكل بلية كلام بالفاكس خطوط هوائية لمكاشف القوم. عندك اي مصيبة طوالي تيت المكاشفة الحقنا وتفزعنا. لكل بلية كلام بالفاكس خطوط هوائية لمكاشف القوم، فكا فككية وربا وربيس لك ملكية لشكيني بعموم، نورا نورية هككم سكمك سككم حكما لمشية من غير مفهوم. انت فاهم حاجة بصلحة؟ تعال اشرح. هككم سككم فككم، فاهم حاجة؟ والله ما فاهم، ما فاهم والله. دي زبيرات دي شنو دي؟ هككم سككم، وداك بيرقص، بترقص على شنو يا شيخنا؟ داك عارفين انه بيرقص ناس ندخور ورشخور ديلك زانقنا كتمة مرة واحدة. انت بترقص على شنو؟ وانت اللي بتقوله ما فاهمه. بيلعبوا سايد والله جد، لحد ما الفنانين واحد اسمه جزار ولا بتاع كمونية ما عارف فنان والله مش جاب الغنية بتاعت المكاشفة. انت يا كافي البلد ها، البلد دي من قبل يلدون الناس دي بتغني العيون الكرعين الخدود ما لقت الغنية الا بتاعت الشرك والبدع والضلال دي ها، ما لقتك وردي غنى فرفور فرفر
ما عارف ليك رشخور غنت ما لاقتك غنية يا جزار ويا عتالي، ما عارف مع احترامنا للعتالة والجزارين ما لاقتك نهائي. جاب الغنية بتاعت ها جاب الغنية بتاعت مكاشف الغوم بقى يشغلوها في الحفلات، والله الذي لا إله غيره تكون نايم بعد ما يكتموها مرة واحدة. أوه دق الرغم رغم اليات وما عارف تيت الأمة دي بتنزل تيت تيت بتقوم فوق تيت بعد الحفلة تنتهي بشغل مكاشف الغوم. ولا لا أقول له مكاشف الغوم نطوف بهم كل نظر بالعين ترى داك فاهم منه لكن ده البشرة عمله ها والله يت في مجلس مكة مكوك مكاكلف وكروك نجول المكاشف ما ولا ختم ياسين الدوس سلسلة أفنى الدرجات يربط ويحل في الليل كم صلى والناس نايمين لا ججج جل مساعي المال تمكينه على الله رجال باعين دماغ رحلة شايقي شايقي شايله رطينة واقف شوب ها دي كيف شايله رطينة واقف شوب حمار في الطير راجل صالحين يدول بنزين طيار ويطير مع الطايرين فكم ساردين حمار قشطه بنزين ما الا يطير امتى يا شفت يا صوفي تعال بالله عليك الله ولا جيب شيخك ولا دكتور ولا حاجه عشان ننظمك نصنفرك هنا تعرف حاجه يا تلعبوا بعقول المسلمين التصوف دعوه للشرك ودعوه للكفر ودعوه للالحاد ودعوه للزندقه وباب مفتوح للشيوعيين وللعلمانيين وغيرهم من الطوائف الملحدة المضلة المعادية للإسلام. ها الشيوعيين انتشروا في البلد دي بسبب الصوفية، العلمانية اللي انتشرت في البلد دي بسبب الصوفية، البنات العريانات ها البقى نجم في التلفزيون يتكلم عن الختان تف عليك ها في التلفزيون يتكلموا عن الختان تربية بتاع الصوفية والبت اللي بتكشف التربية الصوفية والغاز الما في صوفية السبب الأساسي في ضياع البلد الصوفية ويرو الجماعة البجايدين عشان كده ما بنخليهم معاكم ورا قدام بالجنب بأي اتجاه ما بنخليك بإذن الله تبارك وتعالى. أنا قدم الشيخ من زمن البجيد.